عمي يا روح ابن عمك جاباني تعلم سواقة الطنبور. شو أمرتي؟ ايه عمل لك بدي تعلم سواقة الطنبور. شو خرفتي؟ ليش بقى؟ في مرة بتسوق طنبور؟ ايه شو يعني عيب؟ معلوم عيب. ومين فتاها انه عيب؟ لك يا حبيبتي المرة ما بتسوق طنبور، بتقعد على طرف الطنبور والزلم بيسوق فيها، يعني مثل الملكات. معناها إذا أنا مثل الملكة لازم ما أعمل شيء، لا كنس ولا أمسح ولا أجري ولا أطبخ ولا أغسل، أقعد مثل الملكة وحوالي الناس عم يخدموني. خلاص خلاص، ما قلتي لي بدك تتعلمي سواقة بالروحة ولا بالرجعة؟ شبك اليوم على غير عادتك، ساكتة لا من تمك ولا من كمك. ايه مو احسن ابن عمي، يعني بخاف هيك احكي لي شي كلمه تقوم تنزعج مني. ايه مزبوط هو احسن، ايه نعم احسن، بس يعني انا بخاف من المراه الساكته. ها ليش بقى ابن عمي؟ لانه المراه الساكته بيكون الشيطان عم يوسوس بعقلها مشان تعمل له شي قصه لجوزها تخرب له بيته فيها. لك والله احترنا يا ابن عمي، شو ساوي انا اذا ضبيت لساني ما بخلص، واذا حكيت بتقلي متفقة انا والشيطان عليك. بس اما اليوم شو سمعت لك سمعة من ضرتي فوزية؟ شو سمعتي؟ قال هذا ابو حده قاتل امه وابوه. شو عرفت؟ مثل ما عم قلك ابن عمي. شو عرفها فوزية؟ الكلام بسرك ابن عمي، هي جارتنا زوزية مرته لابو حده هي اللي خبرتها لفوزية. هلا هي خبرتها انه ابو حده قاتل امه وابوه؟ لا يا خسيس لا، انا انشلشت طاسة احلي شلش. وليش انشلشت طاسة احلك شلش ابن عمي؟ لانه يلي بيقتل امه وابوه مو بعيدة عنه يقتل جاره.